أود أن أتقدم بتعليل لموقفنا بعد اعتمادكم القرار المتصل بمناهضة التشهير بالأديان بعد ظهر الأمس. إننا نؤيد تماما الاستنتاجات التي وصل إليها التقرير التي وصل إليها تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، وأقتبس أن مسائل الدين والمعتقد لها بعد عاطفي كبير، وما أن تدخل بدايات التعصب الديني من الصعب أن نقوم بمنع هذه البذور من الانتشار، وإن التعصب يولد التعصب، ويجب أن يكون هناك المزيد من الوقت كي نتقدم لكي نقوم بالتخلص منهم بدلا من أكثر مما يولد. إن مكافحة التمييز يجب أن يكثف وله الطابع ذا الأولوية في كافة المجتمعات وعلى كافة الصعد، لأن هذا هو أحد الأهداف الأساسية لحقوق الإنسان نهاية الاقتباس. وبالتالي من المهم ألا نقوم بالإخطاء في تحديد ما هو النضال. نحن نوافق جميعا أن الأديان ليست هي التي تحتاج إلى حماية، ولكن الأفراد الذين يرغبون في ممارسة هذه الأديان وحقوق الإنسان توفر الحماية ليس للأديان ولكن للحرية الدينية للأشخاص، وكذلك يؤمن حماية الفرد ضد التمييز بما في ذلك ضد التمييز الديني. وإن بلادي تعتقد أن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر كافة أشكال مظاهر الكراهة العرقية أو الدينية، وأن هذا كافي في هذا الصدد، وأنه من الملائم لنا أن نقوم بتنفيذه. سيدي الرئيس، إن هذا القرار يقوم بإدانة التشهير يقوم بإدانة حظر تشييد المآذن الجديدة، وفي 29 نوفمبر 2009 صوت الشعب السويسري على هذا على الرغم من معارضة الحكومة والبرلمان. إن حكومتي تود أن تشدد على أن قرار الشعب السويسري لا يعتبر إشارة بعدوانية لا ضد الجماعة الجالية الإسلامية ولا الدين ولا ثقافته، وهذا الحظر لا يتصل إلا بالمآذن الجديدة، فالمآذن الموجودة والمئة وخمسين جامع ومكان عبادة للمسلمين ليسوا معنيين بهذا، والمساجد الجديدة يمكن أن يتم تشييدها في سويسرا، وحرية الدين تتوفر لها الحماية على أيا كان الدين الذي يتم ممارستها. ولكن القرار قرار الشعب السويسري هو عبارة عن مشاغل وشكوك يجب أن تؤخذ بجدية، وهذه ترتبط بمصاعب اقتصادية وخوف من تدفق الهجرة. وإن وفد بلادي على قناعة أنه فقط الحوار الحر والبناء بين التجمعات الدينية والاجتماعية من ناحية والسلطات من ناحية أخرى هي أفضل الطرق من أجل تهدئة هذه المخاوف الكامنة والوصول إلى تفاهم متبادل. وفي هذا الإطار فإننا نرحب بأن الجالية المسلمة في سويسرا قد ردت رد فعل إيجابي على النداء للحوار والاجتماعات بين السلطات الفيدرالية والمنظمات الإسلامية. هذه الاجتماعات قد تمت وتستمر على الصعيد الفيدرالي وكذلك في المدن وفي الكانتونات، وهذه الجهود تكمل جهود محددة قد اعتمدتها بلادي من أجل تشجيع ودعم مختلف المشاريع التي ترمي إلى تكثيف الحوار مع السلطات الدينية. سيدي الرئيس، أكثر من أي وقت مضى يجب أن نقوم بمكافحة التعصب هنا في سويسرا وفي كل مكان يحدث فيه هذا التعصب، ونحن نحتاج كافة الجهود لكي نقوم بمنع هذه الظاهرة. والحكومة السويسرية ستستمر في الدفاع عن الانفتاح والسماحة في سويسرا وفي كل مكان. شكرا الرئيس، وذلك لاعتماد تقرير هذه الدورة. شكرا لكم. القرار يدين سويسرا بحظر بناء المنارة الجديدة في سويسرا، بس عندي رسالة مهمة جدا لكل المسلمين في العالم العربي، وأهم شيء المسلمين اللي عايشين في سويسرا. يعني سويسرا بلد صغير زي ما انتم عارفين، وعندنا 150 جوامع ومساجد في سويسرا، وكل المسلمين اللي عايشين في سويسرا ممكن يصلوا بدون مشكلة. ممكن لو عايزين يعني بناء مساجد جديدة ممكن، ما فيش مشكلة خالص. الحاجة الوحيدة اللي دلوقتي ممنوعة هي بناء المنارات مش الجوامع. القرار يدين سويسرا، لا يدين حظر مآذن نبتدي
القرار قرار يدير مشروع القرار يدير حظر بناء المعازي. أيوة. القرار يدين حظر بناء المآذن الجديدة في سويسرا. إن القرار يدين حظر بناء المنارات الجديدة في سويسرا. بس الرسالة المهمة بالنسبة لنا إن المساجد والجوامع موجودة في سويسرا. سويسرا بلد صغيرة زي ما أنتم عارفين، وعندنا 150 جوامع ومساجد، وبناء الجوامع الجديدة ممكنة، يعني في كل مكان ممكن، لو المجموعة الإسلامية أو مسلمين في سويسرا عايزين يبنوا جامع جديد ممكن، ما فيش مشكلة، المسلمين ممكن يصلوا في سويسرا في كل المدن في كل الكانتونات.